السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو الجديد. موضوع اليوم مهم بزاف، قضية اللي شغلات الرأي العام المغربي منذ أشهر مضت، وهي اختفاء دراجين مغربيين، السرحاني من مدينة تارودانت وفاتحي من شتوكا أيتباها بدولة بوركينا فاسو. عبد الرحمن السرحاني اللي في عمره 65 سنة وهو أستاذ متقاعد لمادة التربية الإسلامية، وإدريس فاتحي اللي في عمره 37 سنة وهو تاجر. هاد الجوج ديال الأشخاص كتجمع بيناتهم حب السفر والمغامرات عن طريق ركوب الدراجة الهوائية. الدراجين إدريس فتحي وعبد الرحمن السرحاني كانت رحلتهم باتجاه الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج مرورا عبر عدة دول إفريقية، وانطلقت الرحلة بالدراجة الهوائية محملة بالحقائب ومعداتها بداية من مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية بتاريخ 19 يناير 2023، مرورا عبر المعبر الحدودي بالقرقارات، ثم موريتانيا، السنغال، كامبيا، غينيا، ساحل العاج، ثم الدخول إلى بوركينا فاسو. الدراجين كان على اتصال دائم مع أسرتهما ومع أعضاء الجمعية وأصدقائهما إلى غاية 29 مارس، حيث انقطعت أخبارهما بعد وصولهم الأدغال الإفريقية. وكان إدريس فتحي قد نشر على صفحته على الفيسبوك في 29 مارس مقطع فيديو أشار فيه أنه يتجه نحو بوركينا فاسو انطلاقا من المناطق الشمالية الشرقية التي تعيش منذ عام 2015 في دوامة من العنف، تقف وراءها جماعات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. هذه هي الأكلة المفضلة عند الأفريقيا، الموز بالصوص هذيك، بحال هذاك الخبيزة في المغرب، زوين داك الشيء زوين الحار، الحماس ديال البقري، أما بخصوص المستجدات في هذه القضية فإن عملية البحث عن دراجين مغربيين مستمرة بدولة بوركينا فاسو. وفي هذا الإطار كشف الدراج المغربي المتواجد حاليا في دولة بوركينا فاسو يوسف البطاوي الذي يسير في المسار الذي اتخذه المختفيان من أجل الحج أن السلطات البوركينافية أخضعته لتحقيق مطول ما بين أجهزة الشرطة والمخابرات، وتمت مساءلته عن رحلته وعن علاقته بالدراجين المغربيين المختفيين. وقال الدراج البطاوي صديق المختفيين أن أغلب أسئلة المخابرات البوركينافية انصبت على الدراجين المغربيين المختفيين، مضيفا بعد نهاية الجلسة تواصل مع مسؤول أمني حول مستجدات التحقيق في موضوع اختفاء الدراجين، فأكد له المسؤول بأنهم توصلوا إلى خيوط من شأنها أن توصلهم إلى المختفيين. وما يمكن أن نفهمه من كلامه أن الدراجين المغربيين الحمد لله لا زالا على قيد الحياة، وأن الوصول إليهما مجرد مسألة وقت فقط. وقال البطاوي قبل 4 أيام كنت كذلك في السفارة المغربية من أجل قضاء أغراض شخصية، وسألت عن مستجدات التحقيق في اختفاء المواطنين المغربيين، فأكد له مسؤول أن هناك بوادر خير وأن البحث لا زال جاريا عنهما. ويأتي ذلك بعدما كلفت السلطات المغربية جميع سفاراتها بالدول التي مر منها المعنيين بالأمر بإعداد تقارير مكتوبة حول الموضوع، خاصة أن هذا الموضوع تسبب في حالة استنفار لدى السلطات المغربية في بوركينا فاسو. من جهة أخرى أكدت السلطات البوركينافية دخول الدراجين المغربيين أراضيها في تاريخ محدد، ولم يسجل لديها مغادرتهما للأراضي البوركينافية،
وهو الأمر الذي يشير إلى أن المبحوث عنهما ما زال داخل جمهورية بوركينا فاسو. يشار إلى أن الدراجين المغربيين عبد الرحمن السرحاني ورفيقه إدريس فتيحي اختاروا السفر صوب السعودية لأداء فريضة الحج من خلال رحلة على متن دراجتيهما الهوائيتين باختراق عدد من الدول الإفريقية ابتداء من المغرب ثم موريتانيا والسنغال فغامبيا ثم العودة إلى السنغال قبل الدخول إلى غينيا كوناكري ثم ساحل العاج ثم الوصول إلى بوركينا فاسو التي يعتقد أنهما ما زالا داخل أراضيها. وكان الدراجان المفقودان قد انطلقا في رحلتهما من منطقة القرقارات منذ يوم 23 يناير الماضي، وكان قد اعتادا نشر أخبارهما قبل أن تنقطع منذ يوم 29 مارس المنصرم في بوركينا فاسو، وهو ما أثار مخاوف العائلات بشأن مصيرهما. كنتمنى يا ربي أنهم يكونوا باقين على قيد الحياة وما يصيبهم حتى شي مكروه يا ربي، ويرجعوا العائلات ديالهم في أقرب وقت بإذن الله. كانوا هادو هما المستجدات ديال اختفاء دراجين مغربيين بالأراضي البوركينافية منذ يوم 29 مارس المنصرم. كنتمنى يا ربي يكونوا بخير وعلى خير، والله يرجعهم لعائلاتهم بأقرب وقت. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامة. أنا فين دوزنا أول ليلة في كوت ديفوار، هنا في دولة ساحل العاج دابا كوت ديفوار. شتينا دابا الطريق لمدينة مان، باقي لينا واحد 60 كيلومتر لمدينة مان. عزنا أمام أول مدينة فرنح، سميتو على بلا باش تعرفي فرنح، الدناني فرنح كاينة في كوناكري. أول مدينة دناني دابا غادي في اتجاه، يلا خرجنا على مدينة دناني 15 كيلومتر، دابا في اتجاه مدينة مان. المهم غنختصرو الطريق لبوركينا فاسو إن شاء الله، غادي نختصر الطريق هاد بلا فهاد الجامع. جينا صلينا على المغرب والعشاء، شنا الإمام اللي راه عندك جنب الجامع، ولا قال لي باش في الجامع كاع حسن. دوزنا الليلة هنا في الجامع، ودابا غنطلقو في اتجاه مدينة مكة.